سلام البنات، خوتي كي دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانيين ناشطين؟ نتمنى تكونوا كلكم باحسن الاحوال. شكرا بزاف للتعاليق الزوينه ديالكم اللي تتخليو ليا في تحت الفيديوهات. شكرا لكم بزاف لكلامكم الطيب، الله يخطيكم عليا عائلتي الثانيه. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال. المهم البنات، دابا عندي الله جيت من سميتو من لاصال، ودابا جالسه كنرتاح شي شويه. والمهم قلت ندير المونتاج لهذا الفيديو ونشاركه معاكم. المهم هذا هو الروتين ديالي البنات ديال الصباح. اول ما حليت عيني مشيت للخدمه. المهم حتى الفطور فطرت في الخدمه، هانتوما خديت هذه القهوه هذه وخديت الماء اللي شريته حتى هو غير من الزنقه، وفطرت في الخدمه وديت معايا سميتو. بقيت في الخدمه يعني الصباح كامل تقريبا حتى لديك 11 ونص عاد خرجت من الخدمه. المهم قابلت الكونطوار، طويت الحويجات الكليان، و والمهم وحيت الحويجات اللي كانوا عندي في المصبانه حتى هما صبنتهم. ايوا وهنا انا راجعه بحالتي للدار. المهم جمعت دوك الحويجات ديالي كاملين اللي تصبنوا وبغيت نديهم يعني للدار نشرهم في السطح عندي الفوق ويتشمشوا، ومن هنيت باش ما يتخلطوش ليا مع الحوايج ديال الكليان. المهم نتمنى تكونوا كلكم بخير. كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا كلكم باحسن الاحوال. المهم هنا البنات صافي راه وصلت للدار. المهم هنايا راه قريبه ديك 12 هكاك. المهم جمعت حويجاتي بدات هني تصبنتهم. شفتوا شحال جمع ليا ديال الصابون بسبب هاد الماكينه اللي تخسرت. والله الا الماكينه الصراحه في الدار مهمه بزاف. ايوا المهم حويجاتي كنت نصبنهم داك النهار، ولكن ملي جاني داك الاتصال ديال التليفون بان ديك السيده غادي تخرج من السبيطار، داكشي علاش سمحت فيهم خليتهم في المصبانه ومشيت. ولي وعد كتاب ليهم يتصبنوا. المهم جمعت لي واحد تقريبا الماريو كامل الجماع ديال الصابون، والله الا جا الصي كنقدهم قداش ومازال حدا لا ماشين، عاوتاني واحد الصاك قدو قداش. والله الا الصابون تجمع لي مشكله مع هاد الماكينه. المهم حتى نشوف شي واحد يجي يقادها لي. ايوا المهم انا ما طلعتهم حتى غفر عليا الله، عرفتوا راه الطروازيام يعني الدروج روينه والدنيا معلين في السما. ايوا المهم هنايا راه صليت على بنتي بدها هبطت هزت معايا هاد الشيء، بدات عاونتني في سميتو في هاد الشيء. ايوا المهم طلعت للسطح نيشان، عرفتوا والله ما دخلت للدار نيشان نيشان السطح، حيت دخلت للدار غادي نعجز وغادي يبقى وحدايا تماك. اللهم ديري طلعت للسطح، والله انتما تشوفوني باقا بحوايج الخدمه. المهم شريت هاد القراص ديال النشار، خديت واحد 4 ديال الباكيات، تيبانو لكم هنا ثلاثه راه وحده باقا في الصاك. هو المهم ما عرفتش انا كيضيعوا عليا القراص، يلا خديتهم كيما نشر كنلقى القراص والو. المهم راكم عارفين دابا الحوايج مصيبه، هاد الحوايج الا تنشروا بلا قراص غيطيروا ويتكرفصوا، داكشي علاش خديت هاد القراصات. المهم صافي هنا بديت نشرت كلشي وعاد بديت كنصور. المهم هنا يا راه باقي تابعني عاد، خاصني نهبط للدار ونجمع ونوجد الغداء، وراكم عارفين الصباح ما كانش نهائيا في الدار. المهم اليوم كاينه الشميش، عرفتوا الجو بحال الصيف، داكشي علاش عجبني نجيبهم يعني نشرهم هنايا في سميتو في هذا، نشرهم في الدار حسن وقريب ليا وكلشي يعني. المهم الله تهنيت من حيت عليا الصابون. المهم تشوف شي واحد يجي يشوف لي ديك لا ماشين، ما عرفتش مالها ولات كدير الماء من التحت كيهبط لها الماء ديالها من التحت، داك ما صبنت فيها والله الا ولا ليا الفيضان في الارض، وعاد زيدها القادوس حتى هو مخنوق يعني ما تيسرحش الماء، الا فاض داك الماء كنوليو نجمعو غير بالجفاف. المهم صافي هنا هبطت بحالتي نيشان للصاله البنات، وعييت عييت عييت وديك الشمس ضربت فيا تسطح. صافي بقيت شاده بلاصتي هنايا وانا ندير مونتاج لواحد الفيديو. المهم غير حتو دابا يوصلكم، وكما كنجلس كنرتاح كنلقى عندي فيديو كندير ليه المونتاج، ما كنبغيش نضيع الوقت. ونتمنى هاد الفيديو ديالي يلقاكم بخير وباحسن الاحوال. صافي هنا البنات نيشان دخلت الكوزينه، ما قصت لا بيت الناس لا بيت الكلاص لا حتى حاجه، نيشان دخلت سميتو. مازال النهارات اللي ما تمشيش للخدمه تنجمع البيوت وكلشي، دابا دخلت نيشان الكوزينه. المهم فكيت هاد البوطاغاز مع البارح، ما كنتش جمعتها بالليل مع الصفر وصلت عيانه يعني ما جمعتش الكوزينه بالليل. صافي المهم حتى الصباح حتى جيت وقلت ندوز هاد البوطه هادي دوزت عليها، وحتى من الدجاج يا البنات لقيتو حجره في الثلاجه جبدتو. صافي درتو تغلى واحد شويه في الماء هو يتطلق. المهم درت الفخيضات هكا ديال الدجاج، درت لهم شويه التحميره شويه ديال الابزار شويه واحد البصيله شرملتها، وكنجري مع الوقت يعني باش نسالي دغيا. المهم صافي درت شويه الزيت، الباكيه ديال الملح البهجه جابتها ليا لينا حتى هي كبيتها هنايا في ديك ديال العطريه، حتى ديك العطريه حتى هي مازال ما تلصقات. المهم مع الصفار وداكشي دابا ان شاء الله يجي السيد يصايب ديال لا ماشين ولصق هذيك ديال العطريه،
ونجمع حتى السفوف، راه باقا ما جمعتوش. باقي اللوز هكاك والجنجلان راه تنشف باقي هكاك. المهم غادي نتقدى ان شاء الله الطحين ونجمع حتى السفوف، باقا ما جمعتوش. المهم البنات هنا بعد ما نقيت شويه الدنيا هكايا صافي، دست شربلت داك الدجاج، وهنا غادي ندير ليه واحد الطريقه للبنات كنشاركها معكم. صافي جبت هاد البريمه هادي، درت فيها شويه ديال سميتو ديال الماء، وغادي نوجد الغداء. المهم حنا الغداء ماشي مشكل، وقت ما تغدينا دابا غير العطله، فهمتوا؟ دابا الدريشات ديال العطله يعني، واخا نتغداو حتى العشيه ما عندناش مشكل. المهم هنا درت شويه ديال البطاطا، حتى هي قطعتها هكا صغيره، وشويه ديال الخيز كان عندي في الكونجيلاتور صافي، ودرتهم الفورو. وهنا البنات مدخله واحد التطبيق سميتو ميزيل ام ميزيل ما، زوين داك التطبيق، واعر يعني، كيودل لك في التليفون يعني، ما كتعكزيش وما كتجمعيش يعني، ما بين الصلاه والصلاه صافي. فاش كيأدى ليا في التليفون لابليكاسيون صافي، تمشي نحيد الصلاه يعني في الوقت ديالها. المهم هنا كان سميتو الظهر كيأذن وصافي، حيت الصلاه ديالي بدا صليت. وداك التطبيق زوين البنات والله، الا دخلوه راه دخلوه من بلاي ستور، غتلقاوه كتبوه في بلاي ستور هذيك ميزيل ام وغادي يطلع لكم. المهم صافي، هنا البنات من بعد ما صليت رجعت الصلايه لبليصتها، هاد البليصه بدا كتبقى محتفظه يعني، ما كضيع ليا ما والو فاش كنبغي نصلي. وصافي هنا البنات وجد ليا سميتو الغداء، هنا سخنت واحد شويه ديال الزيت وغندوز نقلي دوك الفخيضات ديال الدجاج. المهم تيجي بحال اللي محمر، تيجي زويون، غير جربوه والله الا، وكيجي يعني ما تياخذش بزاف ديال الوقت. المهم نتمنى هاد الفيديو ينال الاعجابات ديالكم. والبقوله كانت باقه صافي، سخنت واحد شويه ديال البقوله. وهنا البنات ما كليتش انا في الطبسيل، راه كنحط ليا بوحدي يعني، حطيت القياس ديالي بوحدي فواحد الطبيصي، داكشي قليل. المهم هذه هي الغديوه ديال اليوم، وهذا هو الروتين ديالي الصباحي، راه هكا اختكم دوزاتو يعني، بلا زواق بلا حتى حاجه كيف ما هو. المهم نتمنى يعني ما تنسونيش من اللايك والتعليق ديالكم الزوينه، والبارطاج والاشتراك ديال الفيديو مع الاصدقاء. ما سخيتش بكم، المهم نتلاقاو في فيديو قريب، يلا باي باي عليكم.